كثير من النسوة يتخوفن من خطر الإصابة بسرطان الثدي، خوف يرجعه الكثير من الأطباء إلى عدم الإلمام بحيثيات الإصابة بهذا المرض، ما وضع المختصين أمام إطلاق حملات تحسيسية تستهدف زيادة التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. اليوم تكلمنا على سرطان الثدي الوراثي، سرطان الثدي الوراثي يعني باش ما نخلعوش الناس، راهو يعني النسبة تاعو 5 إلى 10% فقط. ونقدر نقولوا بلي 95% ما يجيش في حالة واحد تراكم عوامل خطر، ولكن السرطان الوراثي السبب تاعو الرئيسي هو تشويه في الجينات، والجينات المعروفين اليوم هي البيغ تاعو تقريبا 80% راح يكون احتمال الإصابة لما تلحق للسبعينات. نشاطنا الجمعوي هو طول السنة، حتى وإذا شهر أكتوبر هو شهر الوردي لسرطان الثدي، ولكن احنا ناخذوا على مستوى المركز نتاعنا بمدينة الأغواط كل السرطانات. وحسب الإحصائيات فإن 5 إلى 10% من الإصابات بسرطان الثدي تكون بسبب انتقال الجينات السرطانية بين أفراد الأسرة. ما كانت سهلة يعني كتجربة وعرة، لأن التداوي كان طويل، مدة التداوي طويل وثقيل، يعني الأدوية كانت ثقيلة جدا، ولكن لما يكون الإيمان تاعنا بربي سبحانه قوي تكون يعني يكون محاربة هذا المرض سهل جدا. أكتوبر الوردي يعد فرصة للتحسيس بخطورة التهاون في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما يتم من خلاله تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المختصين والمصابين بهذا المرض الخبيث، لتعليم النساء تقنيات الفحص الذاتي وإزالة الغموض عن هذا النوع من السرطان.